قال الحق في لقطة أخرى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كلمة ورود اختلف فيها العلماء. الورود معناه أن تذهب إلى مكان الماء، إنما كونك تشرب أو تأخذ ده موضوع آخر. يبقى في حاجتين اتنين: تأتي إلى موقع الماء تبقى اسمك وإيه؟ ورد. كونك تشرب أو تأخذ ده موضوع تاني. بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب، واحد ناس قال لك لا، ده ورد معناها إيه؟ بس يحضر موضع الإيه؟ الماء. والقرآن عربي جاي على نسق الكلام العربي. الشاعر القديم قال إيه؟ ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا إيه؟ وضعنا عصي الحاضر المتخيم. يعني هم ماشيين كده في رحلة، لما شافوا المية الزرقاء دي، المية هي ملهاش لون صحيح، إنما بقول مية زرقاء يعني دل على إنها إيه؟ صافية، صفاء يعكس زرقة السماء. تقوم يخيل لك إنها إيه؟ إنها هي مش زرقاء، الماء ملوش لون على الأول. فبيقول لما وردنا الماء، ساعة ما شافوا المية عملوا إيه؟ قالوا نضرب خيامنا ها هنا. طبعا لم ساعة ما يضربوا الخيام ما كانوا شربهم ولا خدوا من المية ولا أي حاجة. يبقى إذن الورود هنا بمعنى إيه؟ بس وصول إلى إيه؟ إلى الماء. أدي رأيه. ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصة موسى: ولما ورد ماء مدين. ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحتة دي، بدليل إن حصل وجد أمة إيه؟ من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى إيه؟ يصدر الرعاء، وأبونا شيخ إيه؟ كبير. يبقى معناه ورد هنا بمعنى إيه؟ ذهب إلى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش أو ما خدش ماء. كويس كده. لكن قم آخرين قال لك لا، ده ما دام ورد، بيقول القرآن: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردهم يبقى معناها إيه بقى؟ يبقى دخلهم فيها. ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. كنتوا بتعبدوهم؟ هم لو كانوا آلهة ما كانوش إيه؟ يبقى وردوها يعني مش راحوا عند النار بقى. ثم نيجي في الآية دي نفسها، بيقول: وإن منكم إلا واردها. إن منكم، إن مين؟ منكم دي الخطاب لمين؟ علشان ننتهي لمين؟ قال الكفار أم لهم جميعا؟ نشوف النص كده: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه؟ مقضية. وبعدين قال إيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. يبقى منكم دي بقى لمين بقى؟ للكل. وإن منكم إلا، وبعدين نقسم: ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين إيه؟ ولو أن الورود كان مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب أو الدخول فيه ما كانش يقول ونذر الظالمين فيها، كان يقول إيه؟ ثم ينجي الله الذين اتقوا ويدخل إيه؟ لكن ونذر الظالمين الكلام كان إيه فيها. طيب على هذا الرأي. أما على الرأي الأول ان الورود الحضور، طب ايه معنى الورود في الراي الاول؟ مش دخول بس يشوفوها كده. قال لك لان الله يريد ان يمتن امتنانا قويا على عباده الذين امنوا به، فيريهم النار وتسعره ومزدوره، وبعد ذلك يشوفوها كده وهيمروا عليها كده، يوم لما يشوفوه يعرفوا ماذا قدم لهم الايمان من النجاه من هذه النار. ولذلك يقول الحق في لقطة أخرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى في حاجتين اتنين: الأول إنه يشوف النار ده هي كده هو ويمر عليها في الصراط كده، وبعدين يقول بقى الإيمان نجاني من هذه النار تلك منه ولو لم أدخل الجنة، فما بالك إن زحزح عن النار وأدخل الجنة. يبقى في حاجتين ايه؟ اتنين. ادي عله الايه؟ الورود بمعنى انه ايه؟ يشوف. ولذلك في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك ايه؟ ان الصراط مضروب على متن جهنم، يعني كل واحد يمر عليه، بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الايمان واليقين.
منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر على جواد، ومنهم من يمر على ايه على ناقة، ومنهم من يمر راجلة. كل واحد يمر على حسب ايه، علشان على حسب المنزلة يشوف الإيمان عمل في ايه شوية. يبقى إذن الفايدة في الورود بمعنى أنه يحضر إلى يشوف النار ولا فيش دخول. حتة بقى ونظر الظالمين دل على أن في دخول. طب إزاي يبقى في دخول بقى؟ إيه الحكاية دي بتاعت الدخول دي؟ أما قال لك شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنني أخلق الأشياء وأخلق لكل شيء طبيعة، وطبيعة كل شيء تحكمه، لكني خالق الطبيعة في الأشياء، فأستطيع بقدرتي أن أعطل الطبيعة عن عملها. النار تحرق، ألقوا إبراهيم في النار. طب أكان حظ الله من هذا إن إبراهيم ما يتحرقش؟ لو كان حظه من هذا ما كانش يمكنهم من أنهم يمسكوه ويرموه في النار، أدي واحدة. طب كان يخلوهم ياخدوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شوية ايه مطر تطفي النار؟ لا، الله يريد ان تظل النار نارا بقانون الاحراق فيها، ويدخل فيها ابراهيم ويقدروا عليه، لانه لو ما خدوهش كان يقول لك ده نفد منا. لو مسكناه، لا مسكتوه يا اخوي. لو كانتش الدنيا شتت المطر ده، لا ولا تشتش النار تفضل نار، ولكنه يريد ان يعطل الطبيعه في النار، فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فعطل الطبيعه. يبقى الذي خلق الطبائع، الطبائع لا تحكمه، وانما يغير ايه الميه في قصه موسى وضرب الحجر، عمل ايه الميه سيوله، يوم يضربها كده في كل فرق كالطود العظيم، يبقى جبق ميه جبق كده واقفه، ايه المساله دي؟ وبعدين عوزها تسيح تسيح، مساله. يبقى خالق الطبيعه هو الذي ايه يملكه أن يغيره. فبيقول أنا خالق النار عشان عذاب دود، إنما أستطيع برضو أنت ومؤمنة دخلكم النار، بس كما صنعت مع إبراهيم في الدنيا كوني بردا وسلاما تكون عليكم بردا وسلاما. ودكهم يشوفوكوا كده في النار ومبسوطين وهم متألمين، يقول لك إيه يا أخوة الحكاية دي؟ تبقى دي غزل مين؟ غزل الكفار. يبقى إذن الذي يقول أن ادخل إيه؟ يبقى ادخلها على طريقة قلنا يا نار كوني بردا وإيه؟ وسلاما على إيه؟ على إبراهيم.